لله الحمد الزائر لمدينة التمر هذا العام يلاحظ هناك ارتفاع من 30% إلى 35% في أسعار التمور عكس العام الماضي الذي لوحظ بعض الانخفاضات، لكن عوض هذه السنة بارتفاع جميل. أيضا هناك نقطة أخرى أحب أن أشير إليها، وهي عودة كثير من التجار إلى السوق هذا العام، ناهيك عن الأهالي الذين حضروا هذا العام وشاركوا في المزاد وفازوا ببعض الصفقات المميزة في منصة الكهرمان أو في ساحة المزاد العادية.